How are you? Good morning, student. Today we take revision of the science. Open your book 45. رح نعملكم مراجعة يا ثامن بمادة امتحان الساينس النهائي. أول شيء رح نتحدث عن how weather change theme 5. إذا تعرف لي يا مس إنه في عنا إشي اسمه cold air بيكون lighter than hot air بيكون lighter than cold air. الهوت اير از لايتر ذان كولد اير. وفي عنا انه موست تشينج بتصير عنا الويذر تشينج بتصير عنا هابن بيكوز ذا سن. اذا ويذر تشينج بتصير عنا بسبب السن, ويذر تشينج بتصير عنا بسبب السن. هسه بدك تعرف ليها في النايت الويند من وين لوين بتنتقل, من اللاند تو ذا سي. نايت من لاند تو ذا سي. ان ذا نايت الويند بلوز فروم لاند تو the sea. كمان بدك تعرف لي يا ثامن انه عنا بالداي تايم حكينا انه من land to the sea, بالنايت من sea to the land. هذا بدك تحفظه تميز بيناتهم اللي هو ال wind blows. in the day حكينا من water to the land, اما in the night من land to the water. هلا كمان بدك تعرف لي يا ثامن انه في عنا اشي اسمه cause the water vapors. لما ببردوا عن الماء شو بتصير عنا؟ أو بخار الماء بصير tiny drops. tiny drops هلا هاي tiny drops تجمع مع بعض البعض بتشكل عنا إشي اسمه cloud, بتشكل إشي اسمه عنا cloud. هلا كمان نتحدث عن الرين. الرين هو عبارة عن شو؟ عبارة عن clouds are drops of water. الكلاود هي عبارة, الرين هو عبارة عن clouds are drops of water. هذا هو الرين يا ثامن. هلا كمان بدك تعرف شو هو الهيل والسنو, البرد والثلج. اللي بحكي لك السنو هو عبارة, سوري, يس السنو هو عبارة عن ووتر, بس انه جمد تحت درجات حرارة منخفضة. لما صار درجات الحرارة منخفضة اكثر تكون عنا مين؟ الهيل اللي هو البرد. هيل تو هيل اللي هو البرد, شكل عنا نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير, بعدين يسقط عنا على الأرض. fill and melt, fill and melt on the ground, fill and melt on the ground. هلا بنحكي عن يامس, نحكي عن كمان الديو والفروست. الديو الندى والفروست والصقيع. الديو بحكي لك هي عبارة عن water vapor condenses to form drops of water on plants and parked cars. هي عبارة عن water vapor. اذا الديو هي عبارة عن water vapor, وهاي water vapor اذا تجمدت اكثر شو بصير عنا اسمها frost, بصير عنا اسمها frost. هسا الويذر, الهوت ويذر شو بيخليك؟ وي سويت. الهوت ويذر وي سويت ماشي. اما بالهيوميد ويذر شو بصير عنا؟ لما بصير عنا الفابور وانه وي كانت سويت بيكون عنا هيوميد وذر. هلا في عندك الأسئلة موجودين عندك يا ثامن, البيج 52 and 53, هذول مطالبين فيهم تحفظوهم. هسا بنحكي عن water on the earth يا ثامن. هلا بحكي لك في عنا people والplants والanimals need water. people plant animals need water. هسا بحكي لك من uses of water لdrinking, cleaning, washing, cooking. uses of water drinking, cleaning, cooking, washing. هلا كمان بحكي لك more than half of the earth is water. more than half of the air is water. more than half of the air is water. بدك تعرف كمان يمس انه في عنا water بيكون على surface of ground under the ground. في عنا water surface on ground water under the ground اللي المياه السطحية, المياه الجوفية. المياه السطحية اللي هي الأوشن, سيز, ريفرز, ليكس, باوندز, ستريمز. أما عن الأندر ذا جراوند فهي المياه الموجودة في باطن الأرض. في عنا إشي اسمه جليشير. جليشير هي جليديات وهي عبارة عن فروزن. جليشير جليديات وهي عبارة عن فروزن. هلا يمس نتحدث عن مين مسؤول عن تلوث الماء. المان is responsible. man is responsible polluted of water. man is responsible polluted of water. هسا بحكي لك انه في عنا اشي اسمه water
Works محطات المعالجة هي بتعمل عنا عملية فلتر للماء. إذا Water Works هي بتعمل عملية فلتر للماء. في عندكم الأسئلة بيج 58 هاي طالبين فيها يا ثامن بالامتحان، وبالتوفيق للجميع ويعطيكم العافية.